السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإخوان والأخوات، تحياتي لكم. معكم عبد الفتاح بوبكري، فيديو جديد. هذا العود هذا اللي قدامكم الإخوان عنده 10 سنين ونص، لوريقات بيديغري المرقد فاس. اللي بغاه مرحبا، أرب بارب، واللي بغا يتوكل على الله الإخوان عند دريس ولد باب الله. أوكين هذا عود سليماني، 7 سنين في السن ديالو، تا هو لوريقات ديالو بيديغري. اللي بغا مرحبا، او ارب بارب تا هو اللي بغا مرحبا. هانتوما كتشوفوا قدامكم مخدومين ناضيين، شي حاجه غارانتي الاخوان، وبالشوار بعمقال. اللي بغاهم مرحبا، يتوكل على الله. تا هذا عند دريس ولد باب الله، والله يسر الجميع. وبالنسبه للثمن الاخوان راه ما توصلناش به، ملي كتسمعوا على الله راه يعني مازال ما تعطاتو شي حاجه، كيبقى نتوما تواصلوا. حنا ما كرهناش ان نبارطاجيو معكم العودان بالثمن ديالهم، باش حتى نتوما تكونوا مرتاحين. واش عجبكم الثمن غتواصلوا، ما عجبكمش يعني بلا ما تبرزطوا السياد ولا تواصلوا معاه، هذا ما كان. ايوا هادشي اللي كاين الاخوان، والله يسر الجميع. و كنعتذروا على التصوير، كنعتذروا على الجوده ديال التصوير الاخوان، ماشي هذيك. ومهم تحياتي لكم، دوزوا بخير، الى فيديو قادم ان شاء الله بحول الله. كلهم لوريقات.